إعصار ناري هائل يضرب كاليفورنيا ويسبب دمارا هائلا، هذا الإعصار أيها الأحبه وصفه لنا القرآن بدقه مذهله قبل أكثر من 1400 سنه. حتى يتبين لهم أنه الحق. دعوني أتأمل معكم ما الذي حدث في كاليفورنيا قبل أيام. ثم نتحدث عن الايه القرانيه التي تتفوق على المصطلحات العلميه هذا الاعصار ايها الاحبه عندما بدا يضرب غابات البرازيل واستراليا في القرن الحادي والعشرين يعني منذ عام 2010 تقريبا الى اليوم لفت نظر العلماء وعندما راه العلماء لاول مره قالوا هذا اعصار النار فير تورنيدو ظنوا طبعا هم الذي يرى هذا الاعصار ماذا يظن؟ يظن ان ان انه نوع من انواع الحرائق يلف ويدور ويرتفع الى حدود 300 متر احيانا يصل ارتفاعه الى 300 متر يعني ناطحه سحاب ولديه سرعة هائلة في في التقدم ويحرق مساحات هائلة من المزارع، من الحدائق، من الغابات والاشجار وغير ذلك. يعني هذا الاعصار يستهدف المناطق المثمرة او المناطق الزراعية او الغابات بشكل عام. ولا يستهدف الصحراء. اذا اولا نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابه الكرام بعده لم يروا هذا الاعصار ابدا لانه لا يمكن ان يضرب منطقه صحراويه ساقول لكم لماذا ايها الاحبه عندما راى العلماء هذا الاعصار لاول مره كما قلت لكم قبل بحدود 12 عاما اسموه اعصار النار فظنوا انه نوع جديد من انواع الاعاصير لانهم هم يعلمون ان الاعصار يكون عاده عباره عن دوامه هوائيه تلف بسرعه كبيره وتتقدم فهذه الدوامه الهوائيه اذا بلغت سرعتها سرعه محدده تستطيع ان تقتلع الاشجار اسقف المنازل السيارات يمكن ان تدمر ابنيه بكاملها مثل هذه الدوامة تسمى إعصار، إعصار ريح ولكن لما رأوا هذا الإعصار الذي هو عبارة عن نار تلف وتدور وتشكل هذا اللسان من اللهب الذي يرتفع في الهواء فظنوا أن هذا نوع جديد من الأعاصير أسموه إعصار النار، إعصار النار. الحقيقة عندما ذهبنا إلى القرآن أيها الأحبة وجدنا تسمية أخرى. أنا الآن أريدك أخي الحبيب فقط دقائق أن تركز معي لتدرك عظمة هذا القرآن لأن الله أمرنا أن نتفكر، نتفكر في خلق السماوات والأرض. والتفكر من أعظم العبادات أيها الأحبة. في القرآن الكريم لا يوجد إعصار النار. هذا التعبير غير موجود ولكن موجود تعبير اخر اعصار فيه نار اعصار فيه نار طيب ما الفرق بين اعصار النار واعصار فيه نار؟ ستتضح لنا هذه الصوره بشكل رائع عندما ندرك كيف حلل العلماء اعصار النار وكيف اكتشفوا آلية حدوث الاعصار. اولا اخي الحبيب الاعصار كما قلت لك عباره عن دوامه هوائيه قويه تتقدم باتجاه معين ويكون فيها قوه قوه شفط اشبه بالمكنسه للاعلى هذه الدوامه عندما تصادف حريقا اذا انا لدي نار هنا تمام تخيل معي الصوره فقط لدي منطقه مشتعله وعاده الحرائق لا تحدث في الصحراء يعني نحن لم نرى حريقا يحدث في صحراء عباره عن رمل صحراء جافه انما الحريق عاده يحدث في الغابات يلتهم الغابات والمنازل والاشجار وحتى الكائنات الحيه الموجوده يلتهمها لدي، تخيل معي فقط ثواني. لدي الدوامة الهوائية وهي الإعصار الهوائي العادي من الريح يتقدم، إذا لدي إعصار يتقدم. ولدي هنا منطقة تشتعل فيها النيران. فعندما تتقدم هذه الدوامة الهوائية تدخل النار في داخلها لأن لأننا قلنا الدوامه ما الذي تفعله؟ تشفط فيها قوه 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 رافعه او قوه دفع للاعلى فتشفط هذه النار فتدخل النار داخل الاعصار تمام؟ وترتفع احيانا كما قلت لكم حسب القياسات العلميه الى مئات الامتار قد تصل الى 300 متر هذا هذا الاعصار الناري يصل الى 300 متر إذا أنا لدي جزئين لدي إعصار ولدي نار تمام أيها الأحبة هذا بالضبط ما كشفه العلماء الذي كشفه العلماء أن هناك إعصارا دخلت فيه النار فأصبح لدينا ما يسمى بإعصار النار فير تورنيدو طب القرآن العظيم الدقة التي استخدمها القرآن ماذا قال؟ دعوني اقرأ الآية من اولها. لأن الآية هنا ايها الاحبه تتحدث عن الغابات والجنات والحدائق والاشجار. يعني يعني لا تتحدث عن صحراء، لا تتحدث عن مكان يعني عبارة عن جاف، لا. أيود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب. ونحن نعلم ان النخيل يرتفع كثيرا. شجرة النخيل مرتفعة جدا وبالتالي هذه الجنة من النخيل والأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. القرآن يريدك أخي الحبيب أن تتخيل أنك أنت نفسك أنت نفسك تخيل مكانك حتى تشعر بهذه الآية بقوة هذه الآية يجب أنت أن تتخيل هذا الكلام حصل معك أنت. لأن القرآن ماذا يقول؟ أيود أحدكم؟ إذا الآية لا تتحدث عن شخص يعني في المريخ أو شخص من عالم آخر، لا، تتحدث عنكِ عني وعنك. فعندما تسمع أيود أحدكم؟ إذا ضع مكانك أو ضع نفسك مكان هذا الإنسان الذي يتحدث عنه القرآن. تخيل معي للحظة أن لديك.. بستان كبير، مزرعة كبيرة تمتد لالاف الامتار وفيها من كل الثمرات اشجار مثمرة وفيها نهر يجري فيها ويعني آه انت بهذه الصورة لو تخيلت نفسك تشعر انك تملك الدنيا ولكن اصابك الكبر وله ذرية ضعفاء تخيل انك كبير وضعيف ايضا ولديك ذريه ضعيفه كل املك ان يكبروا وياكلوا من هذه الثمار ويستفيدوا منها وبالتالي انت بهذا الكلام ضمنت مستقبل هؤلاء الاطفال الصغار يعني الضعفاء وله ذريه ضعفاء طيب اذا تخيلت معي هذا المشهد جنه كبيره الجنه في اللغه هي البستان او الحديقه فيه, فيه, فيه كل الثمرات هذا البستان ولديك اطفال صغار وفجاه هذه الجنه فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت هذا الاعصار دخلت فيه النار فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت سبحان الله صوره رائعه اخي الحبيب صوره مرعبه يعني والله انا لا اتمنى ان اكون مكان هذا الانسان لدي ذريه ضعفاء وانا على وشك الموت انا رجل كبير واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار طيب من اين هذا التعبير جاء به النبي عليه الصلاه والسلام؟ هذا السؤال الاول. كيف علم ان هناك اعصارا وتدخل فيه النار وهو من اقوى الاعاصير المدمره؟ يعني الاعصار العادي قد يدمر شيء بسيط ولكن تبقى الارض كما هي، اما الاعصار اذا دخلت فيه النار فانه ياكل الارض عن بكره ابيها. لا يبقي فيها حتى الحشرات يأكلها. <applause> سبحان الله يعني صورة مرعبة قدمها لنا القرآن ليقول لنا ماذا يعني هذا هذا المشهد ماذا يريد أن يقول لي ولك القرآن؟ يريد أن يقول لك إحذر الأجل قريب لا تأمن لهذه الدنيا، لا تأمن حتى لو معك المليارات بأي لحظة يمكن أن تغادر هذه الحياة. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، وهنا الدقة أخي الحبيب أن القرآن استخدم حرف الفاء فأصابها فأصابها، الفاء هنا في اللغة يختلف عن الواو يعني إذا قلت وأصابها الواو تعطيك زمن طويل بينما الفاء تأتي للمفاجأة تشكل عنصر مفاجأة هذا الإعصار يأتي فجأة من خصائص إعصار النار أنه يختلف عن الإعصار العادي الإعصار العادي يمكن أن تراه من بعيد يتقدم ولكن إعصار النار بشكل مفاجئ يأخذ هذه النار ويلتف حولها ويتقدم يأخذها معه ويتقدم ويحرق بها مساحات هائلة يعني جنة مثلا أو بستان كبير جدا يمكن أن تمشي فيه ساعة مثلا يحرقه خلال ثلاث دقائق أو ربما أقل إذا هنا هنا ينبغي علينا أن نتفكر ونفكر ونتدبر لذلك هنا الآية كيف انتهت عندما قال تعالى فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون. اذا الهدف هو التفكر لان ديننا العظيم ايها الاحبه مبني على الفكر، مبني على العلم. ليس لدينا خزعبلات مثل بقيه الاديان. ليس لدينا تناقضات مثل بقيه الاديان، لا. القران كتاب واضح. فيه كل ما تحتاجه في حياتك، وهذا هذه الايه الله سبحانه وتعالى اراد منا ان نتفكر فيها، لماذا؟ لكي تحذر الاخره وترجو رحمه الله، اذا خلاصه هذا اللقاء احبتي في الله، اولا لا النبي ولا الصحابه ولا أحد قبل أربعة عشر قرنا كان يعلم شيئا عن إعصار النار الله علم نبيه هذا استثناء الله علم نبيه علوما لا, لا نحيط بها ولكن الثقافة السائدة في القرن السابع الميلادي أنا أوجه السؤال للمشككين الذين يقولون إن القرآن كتب بيد الصحابة أو بيد الأمويين أو العباسيين أو كتبه فلان أو, 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 أو محرف أو إلى آخره من هذا الكلام طيب من هذا الرجل العبقري من أربعة عشر قرنا الذي يستطيع أن يصف لك حريقا في عام 2022 ويستخدم التعبير الدقيق إعصار فيه نار حتى الآن حتى الآن أخي الحبيب أكتب على جوجل أو يوتيوب أكتب فاير تورنادو هذا هو المصطلح العلمي ستخرج لك مقاطع الفيديو ولا يستخدمون عبارة إعصار فيه نار لا المصطلح العلمي غير دقيق التعبير القرآني أدق طيب من هذا الرجل الذي يستطيع ان ينبئنا باعصار كهذا ويحدد لنا انه يصيب الجنات، ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب؟ من يستطيع ذلك؟ ولماذا يعني النبي عليه الصلاه والسلام لو كان رجلا عبقريا في ذلك الزمان، لماذا يستخدم هذه التعابير ويعطينا مصطلح سيستخدمه العلماء بعد 1400 سنه لماذا؟ ما الذي سيستفيده؟ اذا هذه الايه اخي الحبيب لا شك ان الله هو الذي انزلها والنبي نقلها لنا والصحابه الكرام طبعا كما هي ونحن اليوم نكتشف اسرار هذه الايه الكريمه بالصوت والصوره. كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون. فالقضيه تحتاج الى تفكر وهدوء وطبعا من اوجه الاعجاز العظيمه في هذه الايه الكريمه الحاله النفسيه التي تصف وضع هذا الانسان. حاله نفسيه مدمره اكثر من تدمير الاعصار نفسه. تخيل ان لديك املاك كثيره جدا وزالت بلمح البصر دقائق معدوده زالت هذه الاملاك وعندك اطفال صغار كم كميه الاسى والحزن وكميه الاكتئاب وكميه لا توصف اخي الحبيب لذلك ارجع الى الله الاجل قريب سيختفي كل شيء من امامك لن تدوم ولن يدوم لك شيء ستاخذ عملك الصالح فقط اذا سارع بالعمل الصالح سارع بان تطيع الله سبحانه وتعالى وترضي الله عز وجل لكي تكون من الفائزين برحمته سبحانه وتعالى نسال الله عز وجل ان يجعل في هذه المعلومات كل الخير والنفع لمن يشاهدنا ويسمعنا الان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته